ماجد، ايش تبي تعلق عليه في بانوراما؟ اولا نحمد الله على الاخبار اللي اكدت بانه الحارس الكولومبي نجاح العمليه له باهتمام واضح من اداره نادي النصر. وانا اقول يعني محزن جدا 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 ان يتحول الوسط الرياضي عندنا احيانا من البعض اقول الى عمليه شماته حتى في الجانب الانساني. حلو وجميل جدا التنافس، جميل جدا انك تتعصب لناديك بطريقه يعني ما تخلينا نحس انه الكوره سلبت منا حتى الجانب الانساني، احنا اذا وصلنا الى مرحله من هذا النوع يا ابو جود فاحنا في وضع خطير جدا. في وضع خطير ما بين الاخوان اللي في البيت الواحد، ما بين الاسره الواحده، ما بين الزملاء الاعلاميين الصحفيين. معقوله أن يصل مرحلة يعني يوصل الرجل ترند نص الترند متعاطفين مع الحارس الكولومبي والآخر شامتين؟ يا جماعة ترى العملية مي هلال ونصر، أوكي؟ ما دائما نقول إن شاء الله ما في إنسان يتمنى لإنسان الموضوع الإصابة، الموضوع